ولكن الضمير المسيحي لا يطمئن ومدينة الزيتون في أيدي العربية. ولكنكم تحرقون أغصان الزيتون. آسيا داغر ممثلة ومنتجة صنعت لنفسها تاريخا سينمائيا لا يمكن تجاوزه. بدأت آسيا رحلتها الفنية في عشرينيات القرن العشرين، وشاركت كممثلة في فيلمين من أبرز أفلام تلك الفترة، وهما ليلى بطولة عزيزة أمير، وغادة الصحراء بطولة ماري كويني. وواصلت آسيا عملها في التمثيل والإنتاج في العديد من الأفلام خلال الثلاثينيات والأربعينيات، ومن بينها شجرة الدر وبنت الباشا المدير والهانم. وفي الخمسينيات صارت آسيا من كبار المنتجات السينمائيات، فشاركت في صناعة العديد من الأفلام، منها أمير الانتقام بطولة أنور وجدي، ورد قلبي لشكري سرحان ومريم فخر الدين، والحموات الفاتنات بطولة كريمان وكمال الشناوي. وفي الستينات قررت آسيا أن تخوض مغامرة كبيرة لصناعة أحد أشهر أفلام السينما المصرية على مدار تاريخها، وهو فيلم الناصر صلاح الدين للمخرج يوسف شاهين. لكن الفيلم رغم خلوده السينمائي إلا أنه تسبب في خسارة مالية كبيرة لها، مما جعلها تضطر أن ترهن عمارتها، وتم الحجز على أثاث بيتها. لم تتوقف آسيا عن الإنتاج السينمائي، بل عادت وأنتجت واحداً من أهم الأفلام في تاريخ السينما، وهو يوميات نائب في الأرياف، لكنه أيضاً لم يحقق العائد المرجو منه. وفي أغسطس عام 1972 ظهر الفيلم الأخير الذي يحمل اسم المنتجة الكبيرة آسيا، وهو الشيطان والخريف بطولة رشدي أباظة، لتبتعد بعده عن السينما حتى رحيلها في عام 1986.